أهلا بكم. هولندا تطلب رسميا الانسحاب من الاتفاق الأوروبي حول الهجرة أو ما يسمى باتفاقية اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي. شو هو السبب وشو النتيجة المتوقعة؟ والأهم، هل ممكن هالخطوة تأثر على ألمانيا، أو يعني يمكن اتخاذ خطوة شبيهة في ألمانيا؟ راح أخبركم فورا. أول شيء في تعليق حبيت يكون مدخل للموضوع، يقول: كان في قريتي شاعر شعبي ذكي وحاضر البديهة اسمه أبو أنس. سألوا أبو أنس ليش أغاني أم كلثوم ما بتنزع إلا بآخر الليل؟ قال لهم: حتى يكونوا يلي ما بيفهموا ناموا، وأنت يجب أن توسم قناتك بوسم للفهمانين فقط، لأن التحليل المنطقي والفهم العميق للأمور لا يليق إلا بذوي العقول ولا يقوى عليه البسطاء والسذاج. أول شيء بشكر صاحب هالتعليق وكل تعليق جميل عم تتركوه على الفيديوهات، واتباعا لرأيه أخرت الفيديو اليوم ليكون متابعي قنوات الكارتوفيت زلاد ناموا، وإذا لسه في حدا منهم فايق فلا تعذب حالك. أنا هيك بدي طمن الناس وبدي سقف كل الإجراءات اللي عم تهولوا والطبلوا وتزمروا فيها أنتوا جماعة زلزال في ألمانيا، وأحزموا حقائبكم وترحيل فوري وغيره من هالحكي الفاضي. أنا هون ما بحكي كلمة إلا بدليل ومنطق، واللي بيقول غير هيك يناقشني، بس بشرط يكون بيفهم على قولة أبو أناس. مثل ما بنعرف فاز اليمين بالانتخابات الهولندية الأخيرة، وتم تشكيل الحكومة بعد مفاوضات ماراثونية، لأن الفوز لم يتحقق بالأغلبية المطلقة، وبالتالي كان لابد من الدخول بائتلاف موسع، وهالشي حرم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز من تولي رئاسة الحكومة اللي تولاها لاحقا ديك شوف. الحكومة اليمينية تعتزم تغيير قوانين اللجوء بهولندا، وتقدمت بالفعل عن طريق وزيرة الهجرة الهولندية بطلب الاستثناء من هالاتفاقية، لأنها تعتزم تعديل قوانين الهجرة وما بدها تتقيد بالقوانين الأوروبية. فهل يا ترى يمكن مثلا في حال وصلت الأحزاب اليمينية بألمانيا للحكم، أو تحديدا حزب البديل، هل يمكن اتخاذ خطوات مشابهة؟ طبعا في سؤال أهم من هيك، يعني أهم قبل هيك، وهو: هل ممكن أنه يصل حزب يميني قومجي متطرف للحكم بألمانيا؟ كنت أجبت عليه مسبقا أنه لا يمكن وشرحت أسباب ذلك، لكن بافتراض أنه تمكن من الوصول على غرار ما حدث بهولندا وإيطاليا، فشو هي الخيارات اللي بيمتلكها للتأثير على مجمل موضوع الهجرة بألمانيا؟ طيب، انطلاقا من المقولة الشهيرة لنهاية قلعي: إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب علينا أن نعرف ماذا في البرازيل، ففينا نقول إذا أردنا أن نعرف ماذا في أي بلد أوروبي قد يصل إليه اليمين للحكم، وعلى سبيل المثال ألمانيا، يجب علينا أن نعرف ماذا في البلاد اللي وصل فيها اليمين للحكم مثل إيطاليا وهولندا. طيب، بنبدأ بإيطاليا اللي وصل فيها الحزب اليميني للحكم قبل هولندا، ووصل طبعا بعد استغلال قضايا اللاجئين وتقديم وعود انتخابية شديدة اللهجة. فشو اللي تغير بعد وصوله للحكم، وما هي الإجراءات اللي اتخذها؟ تقريبا قبل سنة ونيف أعلنت الحكومة الإيطالية عن جملة إجراءات بخصوص قضية الهجرة غير الشرعية. شو هي هالإجراءات وشو تنفذ منها؟ الإجراءات كانت بالأصل ردا على تزايد عدد المهاجرين الواصلين إلى جزيرة لامبيدوزا عبر البحر من تونس وما حولها يعني، وركزت الإجراءات على ترحيل المهاجرين غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء، وتضمنت السماح بزيادة مدة الاحتجاز للمرفوضين طلباتهم لمدة 18 شهر، وإنشاء مراكز احتجاز خاصة فيهم، وفرض حصار بحري على شمال أفريقيا لمنع قوارب الهجرة غير الشرعية، وعمل اتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور لتعزيز التعاون ومنع مغادرة القوارب، وقامت بتكليف وزارة الدفاع الإيطالية بإقامة مراكز احتجاز هجرة جديدة وإعادة تأهيل مواقع قائمة بمناطق قليلة السكان، وراحت رئيسة الحكومة اليمينية جورجيا ميلوني بنفس ذاتها على جزيرة لامبيدوزا لتشرف على هالخطة، وأخذت صور هناك. طيب، شو اللي تحقق بالفعل؟ يكفي أنه إلك بعد هالخطة وخلال 3 أيام فقط وصل على الجزيرة مهاجرين أكثر من عدد سكان الجزيرة، ومركز الاستقبال اللي تم إنشاؤه يتسع ل400 شخص، يعني لا يكفي لربع عدد الواصلين بيوم واحد فقط. ونفس الإجراءات أو إجراءات مشابهة قام فيها الاتحاد الأوروبي، والنتائج كمان ضعيفة جدا. طيب، شو يعني؟ يعني الهجرة الشرعية ما لها حل؟ حل جذري بالحقيقة ما في. حلول معقولة فيه، وفي شخص عم يحاول ينفذها، رح نقولها بالآخر، بس خلينا ننتقل لهولندا، لأن بعرف شو بتكون تقولوا، إنه إيطاليا صحيح له زمان حاكمها اليمين، بس هي يعني بلد عبور أكثر ما تكون مقصد للهجرة، بينما هولندا مقصد بحد ذاتها، وكمان الحكم اليميني بهولندا لسه أوقح من الطلياني، وهي طلب استثناءه من قوانين اللجوء الأوروبية، فشو بتقول بهولندا؟
طيب بنشوف شو صار بهولندا. أول شيء لما قلت لكم إنه القوانين الأوروبية ما ممكن تجاوزها بسهولة، يعني اللي عم يعطي وعود انتخابية بألمانيا وغيرها هي مجرد تصريح بهدف كسب الناخب المستاء من اللاجئين والمهاجرين أو من ملف الهجرة أو من تعامل الحكومة معه، وتقديم الحكومة الهولندية لطلب استثناءها من القوانين الأوروبية دليل على كلامي اللي كنت أقوله دوما واتهم أنه يعني مجرد تطمينات، بينما هو تحليل قانوني عميق بيأكد أنه هالوعود الانتخابية غير ممكنة التنفيذ لتصادمها مع القوانين الأوروبية. طيب هاي هولندا رح يتم استثناءها من هالقوانين؟ في الحقيقة لا يمكن، لأن تتخلص هولندا من القوانين الأوروبية عندها طريقين قانونيين لا ثالث لهما. الأول اللي لجأت له بالفعل هو طلب الاستثناء، برأيي طلب غير واقعي، لأنه ليتحقق يفترض موافقة 27 دولة أوروبية، لأن هالقرارات من هذا النوع تتخذ بالإجماع، وأكيد لن تستطيع هولندا حشد كل الدول الأوروبية وراء قرارها. طريق القانون الثاني هو الانسحاب من المعاهدة الأوروبية الخاصة بالهجرة، وهالشي مو بس رح يضعف موقفها بالاتحاد الأوروبي، بل له تداعيات على وجودها ببقية الاتفاقيات الأوروبية بما فيها الاتفاقية الأساسية، وبالتالي رح يؤدي لخروجها من الاتحاد الأوروبي. وإذا عدة دول بيتبعوا هالنهج فرح يتم بسبب ملف الهجرة تفكيك الاتحاد الأوروبي بالكامل، والحكومة الهولندية بتعرف عواقب هالطريق مشان هيك لم تسلكه. طيب شو الفائدة إذا طريق لا يفيد بدون موافقة، يعني صعب تتحقق لأنه بده إجماع، وطريق لا يمكن سلوكه لأنه يقوض الاتحاد الأوروبي كله على بعضه؟ ما في فائدة سوى إشعار الناخب اليميني اللي انتخبهم أنهم عم يحققوا وعودهم الانتخابية وعم يرفعوا سقف قدر المستطاع. ولنتأكد أكثر خلينا نشوف شو خطة الحكومة الهولندية بملف اللجوء والهجرة، أو شو هي ملامح قانون اللجوء يلي عم تشتغل عليه وممكن تطلع من أجله من الاتحاد الأوروبي كله على بعضه. دورت لكم على شي معلومة شي نبأ لأفهم شو هو هالقانون المتوقع، وقلت ما في أحسن من رئيس الحكومة نعرف منه الخبر اليقين، ولقيت هاد ديك شوف يرفض تقديم معلومات حول قانون اللجوء وأخذ النصيحة. هذا الخبر مبارح، رئيس الوزراء رفض تقديم أي معلومات أو توضيحات حول كيفية إصدار أو تطبيق قانون اللجوء، وقال أنه هالشيء سيكون متاحا عن تطبيق القانون بشكل فعلي. وقام مجلس النواب فطلب منه أخذ نصيحة مجلس الدولة والمحامين بشأن يعني التدابير المقترحة بخصوص سياسة اللجوء، لكنه رفض أخذ النصيحة. وطبعا تعرض لانتقادات شديدة بسبب طلب الاستثناء من القوانين الأوروبية اللي قال عنه رئيس حزب CDA أخشى أن نفقد مكانتنا الدولية بسبب هذا النوع من السلوك غير الاحترافي. من هذا الخبر وأمثاله بنكتشف أن الحكومة الهولندية ما عندها خطة واضحة ولا إجراء سليم ولا مسودة قانون كامل تقدمه للبرلمان، وأنها بكل خطوة رح تواجه معارضة شديدة لأن سيطرتها على اتخاذ القرار ضعيفة، بدليل أنه مشاورات تشكيل الحكومة استغرقت 7 أشهر وما نجحت إلا بعد استبعاد زعيم الحزب الفائز خيرت فيلدز من الرئاسة. بقى إذا ما قدر يرأس الحكومة واحتاج 7 أشهر لتشكيلها وما قدر يطلع بمسودة قانون جديد وتقدم بطلب الاتحاد الأوروبي يدل على قلة المعرفة وسلوك غير احترافي برأي رئيس حزب وحقوقي هولندي كبير، كيف بده يقدر يحول هالوعود الانتخابية لقوانين ويمررها على البرلمان لتصل لمرحلة التنفيذ؟ كل هالشي بدل على كل كلمة حكيتها من الأول أنه المبالغة بهالتصريح وهالشو الكبير اللي عم نشوفه غايته إعلامية فقط لنشر هالشعور عند الناخب اليميني اللي أقنعوه بأنه كل مشاكلنا سببها اللاجئين والمهاجرين، لا سيما مشاكل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، واستغلوا حوادث معينة وربما صنعوا بعضها. لأن إذا بنرجع لبرنامج هالحكومة بخصوص هالملف بنشوف أنه الخطة هي يعني تعلن رسميا للحد من تدفق اللاجئين، من بين الإجراءات يعني المطروحة تجميد طلبات اللجوء لمدة 2 فرض قيود على لم الشمل وترحيل الأشخاص الذين لا يملكون تصريح إقامة قسريا وتقديم طلب للخروج الاختياري من قوانين الهجرة الأوروبية للحصول على وضع استثنائي بيسمح بتطبيق قوانين صارمة يلي هن نفسهم يعني مو عارفين شو هي القوانين، ورفع مستوى اللغة من آتس فاي للبي آيز للحصول على الجنسية، وزيادة مدة الإقامة من 5 سنوات ل10 سنوات عكس العالم يعني. وعلاوة على أنه الممكن تحقيقه من هالخطة هو وارد بالقوانين الحالية مثل ترحيل المرفوضين،
بس بالحقيقة يعني ما في شيء مؤثر إذا قدروا يحولوا لقانون إلا على فئة صغيرة جدا. والأهم أنه لما بتعتبر أنه المهاجرين سبب الأزمات فأنت انتخبناك لتحل هالأزمات. فأزمة الإسكان مثلا اللي زعموا أنه المهاجرين سببها لا يمكن حلها إلا باستخدام عمالة مهاجرة، وأزمة الرعاية الصحية لا يمكن حلها إلا بأطباء وكوادر صحية مهاجرة، وحتى يعني أزمة نتائج المنتخب يلي عم يفكهم دوما هن أصحاب الخلفية المهاجرة. بالتالي لما بنرجع لألمانيا نكتشف أنه علاوة على أنه اليمين بألمانيا لا يمكنه الوصول للسلطة، فحتى بأقوى الولايات اللي بتخصه حصل على المركز الثاني بعد حزب الاتحاد المسيحي، لكن بافتراض استطاع الوصول فرح يكون مقيد بائتلافات حكومية ما بتمكنه من تحقيق وعوده الانتخابية، وبأحسن الأحوال أداؤه رح يكون مثل أداء الحكومة اليمينية بإيطاليا أو بهولندا اللي شفنا أنه ما تمكنت من عمل تغيير يعني جوهري من معادلة اللجوء، مو لأن الإجراءات اللي بدأوا فيها غلط بل لأنها الإجراءات قامت فيها فعلا الحكومات السابقة وأيضا تنص عليها قوانين الاتحاد الأوروبي. لكن مشكلة الهجرة غير المشروعة ليس لها حل جذري، والحل الأفيد أو الأقرب لتقديم نتائج مقبولة هو اللي عم تقوم فيه حكومة الائتلاف بزعامة أولاف شولتس، وهي بتشجيع الهجرة النظامية، لأن شاء من شاء وأبى من أبى ألمانيا وأوروبا بحاجة للمهاجرين لترميم التركيبة السكانية وللحصول على قوة عاملة، والخطاب الشعبوي ضد اللاجئين والمهاجرين ما عم يشكل بيئة مناسبة للاستثمار، وعم يهرب رؤوس الأموال من كل ولاية أو مدينة أو بقعة ترتفع فيها شعبية اليمين. بالتالي اللي قامت فيه حكومة شولتس من سن قوانين تسهيل الهجرة وعقد اتفاقيات مع دول أفريقية وآسيوية لتسهيل استخدام العمالة هو بالواقع الحل الصحيح لمشكلة الهجرة غير الشرعية، لأنه وقت بيصير في إمكانية للقدوم لأوروبا بشكل نظامي فرح تقل حالات التهريب، وإن كان بالنتيجة لن تقضي عليها تماما، بس لأنها حل واقعي سليم قابل للتنفيذ. أما حلول حكومة هولندا فهي مجرد أفكار عشوائية وتصرفات صبيانية غير قابلة للتنفيذ ولا يمكن تحقق نتائج. وكذلك كل ما يتبجح به حزب البديل هو مجرد أفكار فاضية وشعارات جوفاء، لأنه لا يملك البديل اللازم للمهاجرين. مشان هيك وقت حدا بيسألني عن رأيي أنه مين لازم ننتخب قل لهم انتخبوا هالآدمي، قد ما تلاقوا الخيار الأمثل، يعني بجوز بالنتيجة سياسة الكل ما تعجبكم. وأنا كنت وعدت يعني أنه أعمل فيديو عن الأحزاب الألمانية بس تأخرت بسبب ظروف صحية. طبعا لو كانت السيدة ميركل ما زالت على رأس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي كنت نصحت بانتخابه، لكن الزعيم الحالي فريدريش ميرتس وإن كان أصلح من اليمين إلا أنه سعى للاستغلال القبيح لملف المهاجرين وللحوادث المريبة يلي صارت مما أفقدوا المصداقية، بينما السيد شولتس وإن كانت شعبيته منخفضة إلا أنه ما حاول يرفعها بهذه الطريقة غير الشريفة، لذلك بعتقد أنه هو الخيار الأفضل إضافة لحزب الخضر. بس أنا طبعا بنصح بتوحيد الجهود باتجاه واحد حتى نصل بيوم من الأيام لتشكيل ثقة المؤثر بالحياة السياسية الألمانية، ما تكون الجهود مشتتة وبالتالي ليس لها تأثير. يعني أنا أدعم شولتس بصفته رئيس حزب يساري رغم شعوري بأنه الأقرب لخسارة الانتخابات، لكن حصوله على نسبة مؤثرة ممكن يكون أفضل لدخوله بائتلاف جديد أو ليكون له ثقل بالمعارضة لاحقا وما يسمح لتطور الأحزاب اليمينية. بي شغلة واحدة بدي أقولها، أنه كل هالتفاصيل وكل هالجدل هو بخص قضية الهجرة واللجوء للقادمين الجدد أو المرفوضين، فلا تخلوا قنوات الكارتوفل زالات تتأثر على استقراركم وإنتاجيتكم بألمانيا وتعيشكم بقلق، وتذكروا دوما أنه اللغة والعمل هن مفتاح الاستقرار في ألمانيا وسائر أوروبا. دمتم بخير. اي نعم.